جيش روسيا لا يفرغ من الجنود خلال حروبه. المواطن والفلاح والمعلم جميعهم ملزمون بالخدمة العسكرية أثناء الحروب الطاحنة. فالتجنيد الإلزامي والتعبئة العسكرية كانت طريقة تتبع في الحروب منذ عهد الإمبراطورية الروسية للمحافظة على قوة الجيش الأحمر، وكذلك في عهد الاتحاد السوفيتي الذي لم يؤمن بالحياة الخاصة للفرد، فعليه أن يضحي للدولة بحسب اعتقادهم. وفي الوقت الحاضر أصدر بوتين قرار التعبئة الجزئية الذي أثار موجة من الانتقادات استعدادا لحرب قادمة عالمية محتملة، وهو القرار الأول من بعد الحرب العالمية الثانية. لذا كيف نفذت هذه الخطوة قديما؟ وأبرز مجريات التعبئة العسكرية. تعبئة لخوض الحرب. حول الإمبراطور بيتر العظيم المنطقة العسكرية التي تشبه إلى حد كبير الميليشيات المسلحة إلى جيش قوي ومنظم في القرن 18، حتى أصبحت روسيا إمبراطورية بدلا من قيصرية. وجند الفلاحين في الجيش الروسي في ذلك الوقت بشكل قسري. وفي عهد الاتحاد السوفيتي الأسبق تم تجنيد أكثر من 34 مليون شخص خلال الحرب العالمية الثانية، وأعلن الاتحاد في ذلك الوقت تعبئة كل موارده لهزيمة الألمان وتجديد الملايين من المواطنين للقتال خارج بلدهم. وتم استدعاء كل من بلغ 19 من العمر ضمن خطة التعبئة العامة لأداء واجبه العسكري، تزامنا مع دخول جنود الألمان الحرب عام 1941، وسمحت لمن بلغوا سن 18 بالتطوع بالجيش. وتبع نظام الجولاج الذي يجبر جميع الناس على القتال، ومن يتخلف يحجز داخل السجون ويعذب. جاء ذلك القرار إثر ما تلقاه الاتحاد السوفيتي من خسائر فادحة وهزائم كارثية في الحرب. استطاع الاتحاد آنذاك جمع أكثر من 50 مليون جندي مساهما لمضاعفة جيشه حتى يتصدى للألمان. أجبر الروس على ترك عملهم إثر استدعائهم للخدمة العسكرية، وتلقوا راتب أسبوعين قبل أن يتوجهوا لحلق شعر رأسهم بشكل كامل. ورفع المسؤولون القيود عن عملية تجديد الأطفال في الجيش، واستثنى الاتحاد الأشخاص العاملين بالحقول ومصانع الأسلحة من التجديد الإجباري. والأهم أن التعبئة بشكلها العام ترتكز على الاقتصاد والعسكر، بحيث تتحول الصناعة والموارد الطبيعية والاتصالات والنقل إلى خدمة قوات الجيش. تعبئة جزئية استعدادا للحرب. تعبئة بوتين العسكرية هي جزئية حتى هذه اللحظة وليست عامة كما جرى في الحرب العالمية الثانية، ولكنها نالت من الانتقادات الكثير مع استدعاء 300 ألف جندي من قوات الاحتياط ومن لديهم خلفية عسكرية جيدة. والفرق بين التعبئة العامة التي أعلنت في الحرب العالمية الثانية وقرار التعبئة الجزئية بالوقت الحاضر في عهد بوتين هي أن العامة يتم فيها تجميع مختلف قوات الاحتياط للخدمة الفعلية خلال أوقات الحرب أو الطوارئ الوطنية، والجزئية تعني حشد الرئيس لجميع قواته عند تعرض أمن بلاده للتهديدات الخارجية. ويبقى القرار ساري المفعول كحد أقصى 24 شهرا. دائما ما يقع عبء التعبئة على المناطق الفقيرة والأقليات العرقية، فالسلطات بغنى عن الغضب الشعبي الذي قد يشتعل في العاصمة موسكو في حال تنفيذ قرار التجديد مع سكانها. فمثلا في منطقة بورياتيا الريفية، فهنا يجند الرجال بمختلف الأعمار حتى المرضى منهم، فأغلبهم ليس لديه أي خبرة عسكرية، واعترف الكرملين بارتكاب أخطاء في تجديد بعض الأفراد للحرب. كما أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن لروسيا قوة احتياطية هائلة تزيد عن 25 مليون فردا، وتتراوح أعمار أفراد قوات الاحتياط ما بين 18 حتى 60 عاما، وهم من كلا الجنسين. تبع إعلان بوتين الهروب الجماعي للشباب الروس عبر المطارات، إذ زادت مبيعات تذاكر الطيران بشكل كبير. وأشارت تقارير إعلامية إلى إعادة بعض الرجال من قبل حرس الحدود خلال محاولة هروبهم. وأفادت وزارة الداخلية الجورجية أنها تستقبل يوميا 10,000 روسي بعد القرار الأخير، إذ سمحت للروس عبور أراضيها. وخرج المتظاهرون الرافضون للقرار في المدن والمناطق الروسية، واعتقلت قوات الأمن
آتي منهم، وأطلقت النار لتفريق المتظاهرين. وشدد بوتين العقوبات على أفراد الاحتياط الذين يرفضون الانضمام لصفوف الجيش في الحرب ضد أوكرانيا. جاء إعلان التعبئة الجزئية قبل إجراء الاستفتاءات في بعض الأراضي الأوكرانية لضمها تحت الحكم الروسي. هذا ما يؤكد أن بوتين أراد بهذه الخطوة توصيل رسالة للغرب أنه مستعد لأي تطورات جديدة تغير من مسار الحرب في ظل التهديدات الخارجية، وقد يتجه نحو مواجهة أكثر من دولة. ووقع الرئيس الروسي مؤخرا مرسوما لضم مدن أوكرانية إلى روسيا، كما أثار اختفاء غواصة بلغورود النووية من موقعها في القطب الشمالي الذعر لحلف الناتو، كونها من الغواصات الأخطر بالعالم والقادرة على تدمير مدن بأكملها. فهل يقرع بوتين أبواب الحرب العالمية الثالثة بيده؟ أم أن ذلك خطوة لردع الغرب وأمريكا من تنفيذ عقوبات جديدة؟